مسلمين العالم مطالبون لوط بأن دوناتير. نتتبع هذه الأشياء ونعرف ما يسمى بإشارة قروب الساعة. وقع أمر آخر مهم في العالم تاعنا، هو إخضرار نواحي مكة والمدينة. راهي مخضرة اليوم، الناس اللي راحوا يحجوا يقولوا لك أن لم نرى هذه الحالة، وهذه تكلم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم على أساس أن يأتي يوم من علامات بداية الساعة أن هذه المنطقة تاع مكة والسعودية بصفة عامة تصبح مثمرة. وكما تعلمون سقط ثلج كبير هناك، والآن راهي خضورية لا مثيل لها. وإذا ربطنا هذا بذاك، ما يحدث في أوروبا والعالم وماذا يحدث في السعودية، لازم نتأمل أننا ربما دخلنا في بداية ما يسمى بعلامات الساعة.